الهيكل العظيمة الدكتور السيد سليمان أبو الدماني على هذه الكلمة الطيبة الرفراقة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بعلم وأن ينفعه بعلم الحق وأن يجعله خالصاً لوجهه. على لسان معالي الأستاذ محمود المعلوم وهبات وقربات عادلة، يتقدمون جميعاً بأسماء آيات الشكر وأرق آيات التقدير لكل من قدر. لكل من خطأ إلى هذا المقام